أين تركيا في حروب العرب ضد إسرائيل؟ حافظت تركيا الكمالية منذ تأسيسها على يد كمال أتاتورك في عام 1924 على توجهها الغربي، حيث نظرت أنقرة لنفسها باعتبارها جزءا من الحضارة الغربية، ولم تعد منطقة الشرق الأوسط ضمن أولويات سياستها الخارجية. فقد كانت تركيا أول دولة إسلامية اعترفت بإسرائيل رسميا في 28 من مارس عام 1949 لتحقيق هدفين أساسيين هما كسب تأييد اللوب اليهودي في الولايات المتحدة في مواجهة اللوب اليونانيين والأرمن المعادي لتركيا، والسعي إلى توظيف علاقاتها بإسرائيل للاندماج في منظومة الأحلاف العسكرية الغربية، وهو ما تحقق بانضمامها لعضوية حلف شمال الأطلسي في عام 1952. وحين اعترفت تركيا بمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1975 لم يرتبط هذا التحول بدعم القضية الفلسطينية، ولكن ارتبط بعاملين أساسيين هما رغبة أنقرة في الحصول على الدعم العربي في صراعها مع اليونان حول قبرص، ورغبتها في شراء النفط العربي الرخيص لتحجيم الخلل في ميزان المدفوعات التجارية التركية. وتعززت العلاقات التركية الإسرائيلية أكثر فأكثر خلال التسعينيات من القرن العشرين، حتى انتهت بتوقيع اتفاق تعاون عسكري عام 1998. ويتضح من عمق التعاون الأمني بين الجانبين أن أولويات الأمن القومي التركي لا تكترث بأولويات الأمن القومي العربي، بل إن أنقرة تواصل سياساتها الرامية إلى المتاجرة بالقضية الفلسطينية من أجل تعزيز شعبيتها في العالم العربي، دون أن تتبنى أي خطوة عملية دفاعاً عن القضية الفلسطينية ما لم يرتبط ذلك بتحقيق مكاسب لتركيا.